سلام التامين الأكملين على خير المرسلين. سيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنقاد، سيد رئيس مجلس عمالة وجدة أنقاد، سيد المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سيد رئيس قسم الشؤون التربوية ممثلا عن سيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، سيد رئيس فرع جمعية التنمية التعاون المدرسي وأعضاء الجمعية، السادة المديرين، السادة المفتشين، حضرات السيدات والسادة فعاليات المجتمع المدني ومكونات الأسرة التربوية والتعليمية، أبناءنا الأعزاء، هكذا دأبت العادة على الاحتفال موسميا بالفائزين من تلامذتنا في مختلف المسابقات الثقافية والفنية. دأبت العادة أن نتوجهم، أن نستمتع معهم بلحظات من الفرجة العارمة التي يستشعرونها وهم يدونون في سجل حياتهم المدرسية فوزا آخر ونبوغا جديدا. أيها الكرام، إنه لمن دواعي الغبطة العارمة أن نستقبلكم هنا بالرموز التي تمثلونها لنحتفل سويا لأبنائنا، لنحتفل معا لمن سيؤسس مغرب الغد الوضاح، مغرب الحداثة كما أراده صاحب المهابة والجلالة مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أيها الكرام، معا جميعا نتوج اليوم من سيكونون مصابح الهداية في مغرب النماء والتطور، في مغرب التحدي الأزلي، في مغرب يشرئب دائما إلى الأعالي. مغرب يعرف اليوم أكثر من أي وقت مضى أن رأس ماله يكمن في خيرة أبنائه. فمرحبا بكم، ولنحتفل سويا بالتلاميذ الفائزين في مختلف المسابقات مرة أخرى. وبهذه المناسبة الجميلة نرحب بالسيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنقاد الذي يمنح حفلنا هذا أبعاده الفعلية رغم انشغالاته المتعددة، ونكرر له امتناننا وشكرنا على دعمه المتواصل لكل المجهودات المبذولة من طرف القطاع المدرسي على العموم ونيابة وجدة أنقاد على الخصوص. فمرحبا بكم سيد الوالي والوفد المرافق لكم في رحاب أسرة التربية والتكوين التي تحفظ لكم كل عبارات التقدير والثناء والشكر. سعداء أن نلتقي بكم اليوم في هذا الحفل الختامي لمختلف المسابقات الثقافية والفنية التي نظمها فرع جمعية تنمية التعاون المدرسي بنيابة وجدة أنقاد، والذي انطلق يوم الاثنين 25 ماي 2009 تحت شعار الأنشطة التعاونية التربوية تعبئة فعالة لإنجاح التواصل بين الأسرة والمدرسة، سعادة نشعر بها في قرارة نفوسنا لتشريفكم لنا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله.